يقول لو مونديال ريسك دو المفوضيه الاوروبيه جوزيف بوريل ناقش في اجتماع البارح مع مجموعه من وزراء خارجيه بلدان اوروبيه مض, آه, موضوع انقسام الدول الاوروبيه في موقفها تجاه الصين وقال اللي اوروبا تكون اقوى اذا كان حافظت على حليفها الامريكي آه, واذا كان اتحدت بطبيعه على كلمه واحده نختم آه, بجريده 20 مينوت الالكترونيه كونفلي او السودان انتوني بلينكن انونس ان سي ف 72 دو ساعه دونك البارح انتوني بلينكن صرح بموقف بوقف الاشتباكات في السودان ل 72 ساعه السودان اللي شهدت مواجهات عنيفه منذ قريب 10 ايام بين مجموعات عسكريه وقف الاشتباكات هذا صار بعد مفاوضات مع الجهات العسكريه هذه دامت 48 ساعه والهدف هو وضع لجنه لايجاد حل للسودان هذيك صحه بلقيس نمشي مع نحكي تونسي نحكي تونسي كتا